أهلا وسهلا فيكن على بيتنا اللبناني. اليوم رح نفرجيكن كيف منعمل أطيب فيش برجر بالبيت. هالوصفة هي وصفة وطريقة جوزي، هو حيعمل كل شي بإيده تقريبا، أنا بس حساعده ورح قلكن شو عم يعمل. ببلش أول شي بملح السمكات، فيكن تستعملوا حيالله سمكة طيبة وما فيها كتير حسك تتقدروا تقلوها بسهولة وتفصفصوها بسهولة. نحنا هون السمكة اللي عم نستعملها هي سمكة معروفة بسمكة المنفخ، جوزي كتير بيعرف فيهن وهو بنظفها، بس إذا ما بتعرفوا فيها هالسمكة أفضل ما تستعملوها، لأنه هيدي السمكة خطرة إذا الواحد ما بيعرف ينظفها مزبوط. منبلش أول شي منحط الزيت على النار، بدنا ننطره ليحمى، ومع الوقت منفرم الملفوف. حطوا السمك بزيت حامي، بس انتبهوا أكيد ما يطرطش عليكم زيت. الحلو بهالسمكة انه ما بتحترق قد ما نتركها على النار. هلأ رح يصير لها 6 دقايق على النار، وليكو كيف شكلها، بتضلها طرية ومثل سفينة الدجاج. هون عم بزيد مايونيز للملفوف، هيدا المايونيز نحنا عاملينه بالبيت، انا عملته بالبيت ورح ابقى انزلكن اياه على صفحتنا، كتير هيني طريقته وصحي ما فيه مواد حافظة. وهلأ بدنا نزيد كاتشب. نحنا بالفيديو مبين انه عم نحط كتير كاتشب، بس نحنا فرمنا تقريبا ملفوفة اكتر من كيلو وزنها، فمشان هيك مبينين كتار، بس هلأ بس نخلطهم رح تشوفوا انه منهم كتير كتار. وهلأ بفصفص السمك. هالسمكة ما فيها كتير حسك، بس مثل عظمة بالنص كأنه، كتير هين يعني الواحد يفصفصها. هلأ نحن طريقتنا منقص خبزة البرجر بهالطريقة اللي شايفينها بالفيديو. ومنفرغ قد ما فينا من الخبز. وهلأ بدنا نبلش نعبي البرجر. أول شي منحط البطاطا، منحط حسب الذوق يعني قد ما الواحد بحب بطاطا، ومنجرب نرصهم شوية بالكعب. بيرجع بدنا نزيد سلطة الملفوف اللي عملناها كمان حسب الذوق منرصهم، وبالأخير منحط سمك، وهيدا البرجر صارت جاهزة. إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، وبليز ما تنسونا باللايك والسبسكرايب، وباي باي.